الميناء منعنا من دخوله رغم حيازتنا على أمر بمهمة، وطلب منا إحضار رخصة من وزارة النقل، فغادرناه إلى ساحة المدينة. هذا هو المرحاض، مغلق منذ 5 أشهر، يقول هذا الرجل صاحب محل بجوار المرحاض. عندهم سموا 5 شهور من اللي غلقوا، وانا هنا في ليغيس انا نبيع الورد. هذا واش كاين؟ وشكون اللي شايدهم هذوما هاد التواليت؟ سي لابيسي، لابيسي هي المستكلفه بالسانيتير. ويجيو هنايا الناس يحوسوا؟ يجيو، يجيو لي فامي كل يوم، يجيو 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 صباح، يجيو عشيه، يجيو 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 لي فامي. غير يسقسيو قال مغلوقين مغلوقين ويروحوا. نو سيتادير عطاوهم الواحد راه يخدم 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 واحد 3 سنين هكذاك، 3 سنين ومن بعد قالوا له اغلق. لسبب ما سحبت البلدية حق استغلال هذا المرحاض ممن كان يديره سابقا، والآن هناك شخص آخر يسعى إلى إعادة تشغيله. لكن يبدو أن الحصول على استغلال المحلات ببلدية تيبازا يجري بطرق مختلفة. يوم يبارزون 50 ولا 60 مليون في العام، معليش أنا نكريهم مش مشكلة، بصح المشكل اللي من غير يقول لك مازال السنة نشوف بالك بو حنا نهضروا بالك يشوفوا بالك يشوفوا التوحم بالك. ماشي غير هنا تيبازا، من الجزائر في وين كاع راهي هكذا، ولا غير شت مع واحد عندي واحد الشرط في بلاصو خول مير هكذا قلت له فوالا فوالا ماشي مشكلة، ماشي مشكلة. عيط له خطرة ثلاث فوا ما رجعش ما كاش. توجهنا إلى مقر البلدية لمقابلة نائب رئيس البلدية الذي ضرب لنا موعدا مسبقا للحديث عن هذه النقاط، لكن لسبب نجهله غير رأيه وتحجج باجتماع طارئ ولم يجدد لنا الموعد لحد الآن.